تشتيم وتشبيه وتمثيل، وانه الله عنده مكان وعنده حيز وظرف زماني معين، وهذا باطل، لانه المكان والجهه والزمان والعرش والسماوات والارض والعالم وكل خلقها الله وهو موجود قبل ذلك. نبدا بالامام مالك بن انس. يقولون للعامه الامام مالك بن انس رضي الله تعالى عنه يعني يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. إذا أثبتنا أن الكيف مجهول، لاحظ الكيف مجهول يعني في كيف لكنه مجهول، هذه العبارة لم يقلها الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه، لا يوجد لها إسناد صحيح، وإن تناقلها العامة العبارة التي قالها الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه راجع يعني كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي بإسناده، ذكر البيهقي في عن ابن وهب قال كنت جالس مع الإمام مالك فحضر رجل فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه، فأطرق مالك يعني دنقر بهذه الكيفية، أطرق مالك خفض رأسه حتى علاه الرحضاء، عرق عرق عرقا شديدا، أصاب العرق تبلل، ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال عنه كيف، والكيف عنه مرفوع. ابقى ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع، لا نكيف الله عز وجل. وقال إن هذا الرجل يعني رجل سوء صاحب بدعة فأخرجوه، فأخرج الرجل. وفي رواية يحيى بن يحيى أن السائل عندما سأله قال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول الإيمان به واجب السؤال عنه بدعة، يعني لا يعقل لله كيف. ابقى كلمة الكيف الإمام مالك لم يقولها البتة. المتأخرين زي النفراوي شارح الرسالة أحمد بن غنيم يسأل هنا النفراوي، لأن العبارة راجت عند العامة وضعوا شرحها حاول يأولها على فرض ثبوتها لكنها غير ثابتة، قال الكيف غير مجهول أي تجهل لله كيفية، دي عن عبارة يعني تحقق نفي الكيفية عن الله عز وجل. أيضا يروجوا عن الإمام مالك مثلا يعني أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان. نحن مالكيون نعرف هذا المذهب بأصوله وفروعه وأدلته وكتبه وأشياخه ومراتبهم إلى آخره، هذه العبارة الإمام مالك لم يقلها، في إسنادها الخضر بن المثنى، والخضر بن المثنى مجهول، والخبر الذي في إسناده مجهول فهو ساقط البتة، وكذلك في إسنادها مجاهيل أخر وفيها انقطاع. إذن الإمام مالك بالإسناد المتصل لم يقل هذه العبارة. ثانيا ابن القاسم وسحنون وعلي بن زياد وأسد بن الفرات الذين دونوا المدونة لم يأتوا بهذه العبارة في كتاب المدونة وهو كتاب معروف. الإمام مالك اهتم بالمسائل لم يدون هذه العبارة في كتابه الموطأ، حتى الطبقات التي أتت من بعدهم لم يقولوا بهذه العبارة. هذه العبارة ما وجدت إلا في كتب ابن تيمية وهي خالعة الإسناد، فهي عبارة باطلة. فالإمام مالك ينزه الله تبارك وتعالى عن المكان والجهة والزمان نحو ذلك. إليك مثال آخر، يلبسون ويدلسون على العامة باسم الإمام النعمان. يعني الجماعة لو أقول لك قال أبو حنيفة أحمد الشافعي مالك خلاص العام يصدق. أبو حنيفة يرون عنه أنه قال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على عرش استوى. هذه العبارة توهم أنه ربنا عنده مكان. الذي رواها عن أبي حنيفة هو أبو مطيع البلخي. أبو مطيع البلخي راجع كتاب الذهبي اللي هو ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة الرجل في المجلد 4 صفحة 574. هذا الرجل كذاب ووضاع، قال عنه أحمد بن حنبل لا ينبغي أن يروى عنه شيء، وقال عنه يحيى بن معين ليس بشيء. ابن حجر في لسان الميزان في كلامه على أبي مطيع البلخي هذا ماذا قال؟ قال أبو حاتم هذا الرجل كان مرجئا كذابا، كما جاء أيضا. الإمام الذهبي يعني يتكلم على الرجل إنه كذاب ووضاع. العبارة الصحيحة التي جاءت عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه راجع النفراوي على الرسالة أو فتح الباري أو غير ذلك من الكتب، من قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم للحق مكانا فهو مشبه. إذن أبو حنيفة النعمان ينفي المكان والجهة عن الله عز وجل. وإليك في الفقه المبسوط وفي صفحة 25 وفي رسائل أبي حنيفة النعمان نجد أن النعمان يقول
كان الله عندما قال يعني يتكلم على مسألة الكيف والمكان والجهة وكذا، قال كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق المكان ولا أين، وكان الله تعالى ولا أين ولا مكان ولا خلق ولا شيء وهو خالق كل شيء. إذن ما ثبت عن أبي حنيفة بالإسناد المتصل نفي الجهة والمكان والتحيز وإلى آخره. إليك أيضا تلبيس وتدليس على العامة باسم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الشافعي يقول لك، قالوا إيه قال الشافعي إيش؟ السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم أخذت عليهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله على عرشه وفي السماء ينزل ويقرب إلى الخلق كيف شاء. يقول لك الشافعي يقول لك الله عنده مكان ومحل، وهذا باطل. الإمام الشافعي لو نظرنا إلى الإسناد في هذا الأثر هو من طريق أبي الحسن الهكاري وأبو محمد المقدسي عن أبي شعيب وأبي ثير وأبي ثور. أبو الحسن الهكاري ده راجع كتاب الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال مجلد 3 صفحة 195. الهكاري ده قال كان الغالب على أحاديثه الغرائب والمنكرات، يعني كذاب وضع. أبو محمد المقدسي العلماء أباح دمه لأنه كان مجسم صرف يثبت لله الجوارح الحقيقية وذا باطل. وأبو شعيب هذا الذي قال روى العقيدة عن الإمام الشافعي ده تولد بعد وفاة الشافعي بسنتين. الإمام الشافعي انتقل الدار الآخرة حتى اندبع سنتين ولده. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في تحديدا في المجلد 9 صفحة 436. أمر عجيب. حتى الذهبي يعني في ترجمة العشاري في المجلد 3 صفحة 356 يتكلم إنه هذه العقيدة مدسوسة على الإمام الشافعي. الإمام الشافعي عقيدته السليمة آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن خوضي في كل إمساك. آمن من غير تشبيه، الله ما عنده لا مكان لا جهة لا زمان لا يمين لا أمام لا خلف لا فوق لا تحت ولا الجهات دي مخلوقة وربنا موجود قبل خلقه وهذه الجهات الستة. أيضا يعني يلبس على العامة باسم الإمام أحمد بن حنبل، يقول لك قال أحمد بن حنبل يعني الذهبي في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في كتابه سير أعلام النبلاء كتاب مجلدات ضخام نص قال إنه كتاب الرد على الجهمية مدسوس ومقذوب على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، راجع المجلد رقم 11 تحديدا صفحة 286. يبقى هناك كذب وتقول على الأئمة وهذا الأمر كثير. حتى سبحان الله الأمر تعدى حتى الإمام أحمد رضي الله عنه في هذه القديم يقول استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. الأمر تعدى الأئمة الأربعة. يعني أنا كثير في مناظرات كثير في مناقشات بناقش يقول لك قال مالك قال أحمد قال كذا وهو يكذب. ليش؟ يبقى هذا الأمر يحتاج إلى من هو يعرف النصوص بعمق شديد. حتى هناك كذب على الإمام الأشعري إمام أهل السنة في زمانه، يقول لك إنه الأشعري وصف ربنا بالاستقرار والمماسة والانتقال الحسي وده باطل. النسخة ولأنه كتاب الإبانة نفسه محرف. أسا أمشي السوق أشتري لك كتاب الإبانة للإمام الأشعري أشتري لك 4 نسخ من 4 طبعات تلقى هنا خلاف وهنا خلاف وهنا خلاف، ده دليل حسي إنه كتاب الإبانة محرف. ودي حلقة إن شاء الله نتكلم فيها في وقت لاحق على أن كتاب الإبانة يعني محرف. الأشعري عقيدته أن المو تبارك وتعالى استوى استواء منزع المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. فهناك أخي السامع كذب وتقول على الأئمة حتى إن المجسم والمشبهة اثبت صفات المخلوقات الخالق من مكان وجهة وحيز باسم السنة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن تعالى.